الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد ممثل عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان السيد باشا ودلاو، السيد رئيس سرية الدرك الملكي، السيد رئيس الوقاية المدنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة المستشارين، السادة رجال الإعلام، معشر السيدات والسادة. لا غير واليوم أننا نطفئ الشمعة السادسة عشر بهذا المهرجان. هذا المهرجان الذي يصادف هذه السنة. يصادف هذه السنة عيد العرش المجيد وعشرين غشت وعيد الشباب وعيد الأضحى المبارك. هذه كلها دلالات تنطلي على مجموعة من الأعمال التي انطلقنا بها في أولة وهلة منذ انطلاق الدورة الأولى لهذا المهرجان، ونحن اليوم في الدورة السادسة عشر. هذا المهرجان الذي كان له الفضل في التعريف بهذه المدينة وإعطاء صورة ناصعة، كونها على أنه هذه المدينة تؤمن بالفكر والثقافة والعلم، لأن هذه المدينة كانت على ممر الزمان قلعة